السلام عليكم أهل وناسي وأصدقائي وفنزاتي، أخبركم إيه؟ كل سنة وانتم طيبين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. وكأن علماء الاقتصاد، علماء النفس، وعلماء الاجتماع في جامعتنا ومراكز البحوث المصرية عجزت عن تفسير ما يحدث في المجتمع المصري، ولجؤهم من سنين نجدهم في البرامج التلفزيونية يفسرون الأحلام ويفسرون الظواهر والتنبؤات، وعجزوا عن تفسير ما يحدث في المجتمع المصري. في كل فيديوهاتي اللي ذكرتها واتكلمت فيها وبنادي المتخصصين في المراكز البحوث علم الاجتماع وعلم النفس ان هم يخرجوا ويفسروا لينا ويحطوا ايادينا على الخلل الذي اصاب المجتمع المصري في الفترة الاخيرة. يعني انا ملاقي شاب جامعة متفوق، شاب في الجامعة متفوق، يعني وصل لدرجة علمية عالية وكان بيطلع من المتفوقين، يقتل زميلته بالطريقة البشعة دي لأنها رفضاه، يبقى في حاجة خلل. طب مش مشكلة، دي ممكن نقوله عيل صغير في العشرينات، لكن لما الاقي قاضي هيئة، مستشار هيئة قضاء الدولة، يعني وصل في أعلى مراتب العلم في القانون، وصل لأعلى مراتب العلم في القانون، أما لقيه لا، ومش كده، مش مستشار بس، ده ماسك حاجات حساسة، في الدولة، ولاقيه يقتل مراته ويحط ومراته أهل التانية ويحط عليها مية نار على وشها. القاضي اللي مسؤول عن العدالة، اللي مسؤول، اللي عارف كل نقطة في القانون، ازاي؟ يعني هو ما عادش في حل عند المصريين غير القتل. يعني انا، يعني انت دلوقتي واحدة ست، يعني انا بلاحظ حاجات غريبة جدا ما كانتش موجودة على مجتمعنا، والله ما كانت موجودة. يعني ما تلاقي ام بتقتل ابنها، وابن بيقتل امه، وابن بيقتل امه وابوه، واب بيقتل ابنه، ازاي كده؟ والله ما كان فيه الحاجات دي نهائي عندنا. وما تلاقي المستشار، يعني حاجة غريبة جدا في سيادة المستشار ده، ازاي كده؟ يعني كان ممكن تتخلص منها بأي طريقة. هتفضح مراتك، اهي أمة محمد، هتفضح مراتك تقول لمراتك الأولانية اهي أمة محمد كلها عرفت. قال لا، ايه يعني؟ ألا يوجد عقل؟ لا، ما هو لازم حد يفسر لنا. لكن حكاية ان انا ابقى مهتم بالبخت وحظك هذا اليوم في الإعلام من قبل علماء النفس وعلماء الاجتماع، ده مرفوض، ده مرفوض اللي بيحصل، وسايبين المجتمع بيتلطخ بالدماء كل يوم والتاني من غير تفسير للظاهر، ولا انتوا خايفين تقولوا في ايه؟ ما عايزين نفهم. لكن يعني ازاي قاضي اعلى مرتبة في ده؟ انت رمز العدل، رمز القانون، رمز الاعلى، اقول ايه بس فيك؟ الواحد لو قاعد يتكلم في وصفك المفروض من هنا لحد كيلوات، وانا افصف فيك انك انت رمز العدل ورمز القانون ورمز يبقى المشكله ما كانتش. يعني انا كنت بقول ان في خطوره على مجتمعنا بانتاج امهات جهله في الشوارع اللي هي المناطق الشعبيه، والامهات الجهله اللي في الشوارع بتنتج امهات اجهل وهلم الجرة على مر السنين. وكنت خايف من الطبقه دي، اخاف من الطبقه دي ايه؟ ده القتل ده كله دلوقتي شغال في الطبقه العاليه اللي فوق، طالب جامعه، مستشار هيئه قضاء الدوله، وماسك مناطق حساسه في نادي القضاء ومش عارف فين.
يبقى الموضوع مش موضوع علم، مش موضوع جهل، الموضوع مش موضوع جهل ولا علم. لازم علماء الاجتماع، ولو علماء الاجتماع في مصر وعلماء علم النفس مش راضين يفسروا لنا، نجيب علماء اجتماع وعلماء علم النفس من بره، من بره مصر. لازم التفسير يكون على حياة. لو الوضع الاقتصادي هو اللي عامل كده، طب ازاي المستشار ووضع الاقتصادي عالي جدا وراجل غني جدا؟ ازاي الكلام ده؟ انتوا معايا؟ لان اللي بيحصل في مصر ده وسايبين الذبائح بتذبح والدماء تتناثر في المجتمع المصري بقالنا كام سنة على كده بدون ما حد يرد. لا معلش، هل هو تغيير؟ ما لو قلنا لو تغيير وضع اقتصادي والوضع الاقتصادي مش حلو، طب ده مستشار وغني جدا وعنده مزرعة وعنده بيوت وعنده الله 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 الله، والولد اللي هناك ده يعني متوسط الحال، الولد اللي قتل صحيح حالته على قده بس يعني اهو، يعني مش الفلوس بقى السبب. يا اخوانا لازم، يا اما انا عندي اقتراح بعد ما يردوا علينا علماء الاجتماع علماء طبعا انتوا ممكن تقولوا عليا ان انا راجل مجنون، بس والله العظيم الكلام ده حقيقي. ليه ما نعملش يوم في السنه نتدربوا، كل واحد يسيب رفيقه عمره، يسيب مراته، يسيب ابوه وامه، نهائي يسيبهم يوم كده، ولو وصلت لطلاق رسمي وبعد اليوم ده يرجعوا تاني. اصل الموضوع سهل، مش عاجبك مراتك طلقها، بتحاول مره واثنين وثلاثه ومع الصبر بعد كده هي فعلا خلاص قفلت او الاستحاله العيشه بينك، طلقها يا اخي. هتاخد مراتك الاولانيه هتعمل فيك ايه يعني؟ ده اذا كانت مراتك الاولانيه هتعمل فيك، اهي امه محمد دلوقتي هتعمل فيك. الله، انا زعلان من سياده المستشار بصراحه جامد جدا. يعني الولد اللي بتاع الجامعه ده اللي احنا كلنا نزلنا عليه، واسال الله ان يعافيه ويرحمه ويرحم البنت اللي قتلها، وهو ضيع نفسه وضيع البنت، وانا عارف ان هو اتعرض لظروف، بس ظروف ايه ديت اللي تخليك تقتل؟ ابعد عنها، سيب الكليه خالص وغير الكليه وروح معهد فن تجاري، معهد اي حاجه، اروح لكليه ثانيه. المستشار ده متطلق واتجوز واحده واثنين وثلاثه وعشر غيرها لمراتك الجديده او القديمه. الله، ايه اللي بيحصل ده؟ فبصراحه اعملوا لنا يوم في السنه ان كل واحد يوم كده هوت، وتبقى فيه لجان. انت مرتبط بمين جامد؟ بامك، سيب امك خالص وقطع علاقتك بيها اسبوع 10 ايام وبعدين ارجع تاني. اتعلم لغه الحوار. مراتك كل سنه اطلق مراتي مره ولا اسيبها خالص وابعد عنها؟ يبقى في سهوله ان انا اعرف اطلق، اعرف اسيب امي، اعرف اعمل حاجه غير القتل. فاهمين قصدي؟ علموا الشعب المصري يعرف يعمل حاجه غير القتل، يعرف يسيب، يعرف يجي، يعرف يروح. لكن بالمنظر ده لا، كده كتير، كده كتير قوي، والموضوع بقى اوفر. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله.